نحن هنا الآن في مدينة تانغا في تنزانيا في مركز للأهل من المسنين النساء والرجال. والمركز هنا يعني عنده القدرة استيعاب 20 رجل وامرأة، ولكن عدد السكان فيه حوالي 40 أو 41، وكل شهر يأتيهم أعداد جديدة لا يستطيعون استيعابها لقلة الحاجة اللي موجودة عندنا هنا هو أو قلة الإمكانيات بمعنى أصح، حيث أن الغرف مكتظة بالكبار السن، والحمامات أصبحت في حالة سيئة جدا 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 جدا، والسقف أصبح يعني غير صالح وتنزل منه المياه لغرف النوم، وكذلك المية بتاعت البئر أصبحت تحتاج لفلاتر جديدة جدا في المنطقة نوع عشان تعملها، وكذلك مفيش زي ما احنا شايفين كده الكهرباء مش واصلة لأغلب الغرف اللي موجودة، ناهيكم عن حالة الأكل اللي بيأكلوه أو الحالة الصحية اللي بيعانوا منها. وهم كلهم كما ترون من الكبيرة دي أو أخونا ده اللي هو يعني فقد تقريبا البصر، في منهم من يفقد البصر ومن يفقد السمع ومن يفقد اللي هو باقي الحواس اللي هو بيعيش بيها. فلذلك احنا بنأمل ان من يرانا ويسمعنا في اي زمان وفي اي مكان يحاول انه يساعدنا او يساعد هؤلاء الناس عن طريق احدى المؤسسات العاملة داخل تنزانيا ان شاء الله، ويأتيهم بالاشياء البسيطة. الناس عايزين اشياء بسيطة، عايزين لباس يعني معقول يلبسوه، عايزين اكل معقول يأكلوه، عايزين غرفة يعني صالحة للمعيشة يعيشوا فيها، عايزين ماء صالح للشرب يشربوه، وهكذا. اللي احنا ما بنطلبش الملايين منكم، لكن احنا بنطلب بضعا من الريالات او من الدراهم او من الدولارات او من الجنيهات كما نريد، او من الدينارات كما نريد، مثل هؤلاء الاخوة والاخوات والاباء والامهات من العجزة او من الكبار السن ان شاء الله. اتمنى ان يصلكم نداءنا باذن الله سبحانه وتعالى، واتمنى ان تستجيبونا له باذن الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.